أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الجمع بين قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقوله تعالى في وصف الأنبياء قل الأيدي والأبصار؟ يا أخي لو راجعت التفسير استرحت من هالسؤال. الأيد قلنا لكم إنها القوة، القوة. أولي الأيدي يعني القوة، قوة الإيمان، قوة الإيمان، هذا في الرسل، قوة الإيمان وقوة السلطة. هذا الله أعطاهم سلطة. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، الأيدي يعني له يدين، كل الناس لهم يدين. ذا الأيدي يعني القوة، الله أعطاه القوة، قوة الملك، قوة السلطة. السماء بنيناها بأيدنا أي بقوة. ليست هذه الآية من آيات الصفات، وإنما هي من آيات توحيد الربوبية، من آيات توحيد الربوبية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.